بصراحة الكريم ده تحفة، ما كنتش ناوي اعمل عنه ريفيو لكن عجبني، قررت ان اعرف عنه للي ما يعرفوش. منتج فخم وتركيبته عالية، ما تحطيه هتحس بان بشرتك فيها تغير، هتنبسطي بيه قوي. كريم بايو فيس هو صنع في اسبانيا، ملمس الكريم تحفة، حجمه 250 ملي. كريم بايو فيس كريم مرطب مناسب لجميع أنواع البشرة، وتم اختباره للبشرة الحساسة، يعني كريم ده مناسب لجميع أنواع البشرة. بصوا بقى وركزوا على العلبة دلوقتي، هتلاقوا ان في رسمة علبة وغطاها مفتوح ومكتوب جواها 9M، معناها ان صلاحية فتح الكريم 9 شهور من تاريخ فتح العلبة. 9M اختصار 9 شهور، يعني بمجرد فتح العلبة هيبقى فترة الصلاحية بتاعتها 9 شهور. طب حد هيقول لي الله، طب ما مكتوب على العلبة ان الانتاج والانتهاء مدتهم 3 سنين، التاريخ ده للاستيراد والتصدير، لكن بمجرد فتح العلبة يبقى هنحسب 9 شهور، مش هنحسب لحد اخر تاريخ للعلبة. الكريم ده زي ما قلت لكم تحفة، نقطة صغيرة منه كفيلة انك توزعيها على البشرة كلها، والبشرة بتمتص الكريم ده في ثواني. كريم بايو فيس بيرطب البشرة بعمق وبيغذيها وبيساعد على زيادة نعومة ملمسها. كريم بايو فيس بيقي البشرة من التشققات وبيقي البشرة من الجفاف، وبيجعل البشرة أكتر نضارة وحيوية، وبيحمي البشرة من العوامل اللي بتسبب ظهور التجاعيد وبينعم البشرة. كريم بايو فيس بيستخدم للإيدين وللوجه وللجسم، هو مكتوب على العلبة كده، وللرجلين كمان لو حبيتم. كريم بايو فيس الريحة بتاعته لطيفة جدا والقوام بتاعه خفيف، البشرة بتمتصه بكل سهولة، مش تقيل على البشرة أبدا. طبعا الكريم ده بيوضع على بشرة نظيفة وبيضلك تدليك خفيف، مع الحرص على تجنب منطقة العين، منجيش أبدا عند منطقة العين. مع المداومة على استخدام كريم بايو فيس هتلاحظي ان جمال بشرتك في ازدياد. حافظي على ترطيب البشرة بشكل يومي. انا جبت الكريم ده من سنتر سمير ويليام اللي في بروكسي في مصر الجديدة، وكان سعره 99 جنيه. في نفس الوقت شفت نفس الكريم بيتباع في رويال هاوس في مصر الجديدة ب110 جنيه، فده سعره في الوقت ده 99 جنيه. بتمنى تكونوا مستفدتم من ريفيو النهاردة ويكون عجبكم. ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حطي اللايك. ايه؟ ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.